بكم وتحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدات. مرحبا بكم معنا من جديد في الأزمنة التقديمية لبيم المغرب بمناسبة الافتتاح الجديد. هذه الأزمنة اللي تنطلق اليوم إن شاء الله 30 شتنبر 2024 ومازال مستمرة إن شاء الله إلى غاية 7 أكتوبر 2024. على بركة الله نبداو بهاد الثلاجة باب مزدوج من لاماخك او ماكس بلاس انرجيتيك ا بلس. غادي نلقاو في هذه الازمنه التقديميه ب 3299 درهم اللي هي 66000 ريال. الثمن ديالها من قبل هو 80000 ريال. كاين ايضا تلفاز ذكي من القياس 50 بوس من لامارك ليف ماكس، فغادي نلقاوه بالازمنه التقديميه 3199 درهم اللي هي 64000 ريال. الثمن ديالو من قبل هو 70000 ريال. كاين ايضا هاد الغساله ديال الاواني من لا مارك اوم ماكس دائما كلاس انرجيتيك ا دو بليس، غادي تلقاوها ب 2000 درهم اللي هي 40000 ريال. من قبل هاد الازمنه التخفيضيه كان الثمن ديالها هو 44000 ريال. كاين ايضا هاد شاومي روبوت مكنسه كهربائيه من لا مارك شاومي، غادي تلقاوها بثمن 700 درهم اللي هي 14000 ريال. الثمن ديالها من قبل هو 1000 درهم. نعاود نذكركم ان هاد الازمنه انطلقت اليوم الاحد 30 او لا الاثنين 30 شتنبر ومازال مستمره الى غايه 7 اكتوبر 2024. كاين ايضا هاد صانع القهوه ماشين اكافي 3 في 1 من لامارك كيوي، ريزيرفوار فيه 900 مليلتر. غادي نلقاو هاد ماشين اكافي ب 750 درهم اللي هي 15000 ريال. كاين ايضا هاد الاله ديال آلة لتحضير البانيني ماشين ابانيني من لامارك دوتشمان، غنلقاوها ب 90 درهم اللي هي 1800 ريال. الثمن ديالها من قبل هو 150 درهم. كاين ايضا هاد المجموعه ديال ثلاثه ديال الاواني اللي الفرن، فيهم ثلاثه ديال القياسات من الصغير للكبير 36 سنتيم 32 و 28 سنتيم، هما بثلاثة غنلقاوهم ب 40 درهم اللي هي 800 ريال. الثمن ديالهم من قبل هو 1200 ريال. كاين ايضا هاد المجموعة ديال جوج جرات زجاجيين بالغطاء ديالهم، هما بجوج غادي نلقاوهم ب 20 درهم اللي هي 400 ريال. بالنسبة لهاد الغلاي من الإينوكس السعة ديالو 1.2 لتر من لامارك افوس، فغادي نلقاوه ب 90 درهم اللي هي 1800 ريال. الثمن ديالو من قبل هو 2800 ريال. اما هاد الطنجرة بغطاء اللي السعة ديالها 14 لتر، فغادي نلقاوها بثمن 200 درهم اللي هي 4000 ريال. الثمن ديالها من قبل هو 5000 ريال. لا ماتيغ ديالها اسي انوكسيدابل. طنجرة بغطاء اخرى هاد المرة القياس 8 لتر 8 لتر، والثمن الإيجابي هو 170 درهم اللي هي 3400 ريال. الثمن ديالها من قبل هو 200 درهم. بالنسبة لهاد المجموعة ديال 6 ديال الأوعية الزجاجية أولا 6 ديال الزليفات، فغادي نلقاوهم ب 25 درهم، من قبل كانوا كيجيو ب 45 درهم. كاين أيضا هاد الحذاء الرياضي للنساء كيلبس من 37 إلى 40 جا فيه اللوينات، فغادي نلقاوه ب 120 درهم لكل زوجة اللي هي 2400 ريال. الثمن من قبل هو 3600 ريال. أما هاد الحذاء الرياضي للرجال كيلبس من 41 إلى 44 جا فيه توا جوج ديال لي كولوغ جوج ديال الألوان، حتى هو غنلقاوه ب 120 درهم 2400 ريال. من قبل كان الثمن هو 3600 ريال. ضمن العروض ايضا كاين هاد المجموعه ديال ادوات الحمام، خمسه ديال القطاع كيف ما كنلاحظوا غنلقاوهم 70 درهم اللي هي 1400 ريال. من قبل الثمن ديالهم هو 100 درهم. كاين ايضا هاد الابريق الشاي اللي السعه ديالو 1 لتر من الاينوكس من لامارك افوس، غادي نلقاوه بثمن 70 درهم اللي هي 1400 ريال. من قبل الثمن ديالو هو 2000 ريال. كاين ايضا هاد جيل للاستحمام من لامارك ديشي، فغنلقاوه ب 20 درهم الواحده القرعه اللي فيها 1 لتر اللي هي 400 ريال. جا فيه ثلاثه ديال الروائح ديال الفواكه مختلفه. بالنسبه للملابس كاين هاد المجموعه ديال ثلاثه ديال توبال للنساء بثلاثه بهم غادي نلقاوهم ب 30 درهم. كاين ايضا هاد لباس داخلي للرجال 25 درهم، لباس داخلي للنساء حتى هو 25 درهم جا فيه اللوينات والقياسات. سروال قصير للرجال ب 25 درهم حتى هو فيه القياسات والالوان. كاين ايضا هذا مزيل العرق للنساء من لامارك شيلا، فغادي تلقاوه ب 10 ديال الدراهم، فيه روائح متعدده. بالنسبه لهذا الشامبو من لامارك كابيتول
400 مليلتر في كل قرعه غنلقاوه ب 20 درهم الواحده اللي هي 400 ريال. تا هو فيه جا فيه روائح نقولوا متعدده. بالنسبه لهذا المعجون الاسنان من لا مارك بويردون غنلقاوه ب 10 ديال الدراهم عوض 240 ريال، هو الان الفرنك. كاين ايضا هاد العده ديال رسم الحواجب جا فيها بزاف ديال الالوان المختلفه، فغادي نلقاو الواحده ب 25 درهم اللي هي 500 ريال، الثمن من قبل هو 40 درهم 800 ريال. مازالين مع الماكياج، بالنسبه لهاد الماسكارا كولو سال فغادي نلقاوها ب 35 درهم اللي هي 700 ريال، من قبل الثمن هو 1000 ريال. بالنسبه لهذا القلم اللي العين جا فيه القياسه، يعني كنقصد الارقام والالوان يعني بالتدريج، فغادي نلقاوه ب يعني ب 13 درهم اللي هي 300 ريال، الثمن من قبل هو 25 درهم. كاين ايضا هذه المجموعه ديال 6 ديال الفراش للتزيين، فغادي نلقاوهم بستة بثمن 40 درهم اللي هي 800 ريال. دائما مع المكياج، بالنسبة لهذا الملمع الشفاه هاد غلوز مات من لامارك بيس، فغادي نلقاو ب 50 درهم الواحد اللي هي 1000 ريال. كاين ايضا هاد الاسفنجات للمكياج 8 ديال القطع ديال الوحدات ب 15 درهم اللي هي 300 ريال. كاين هاد القناع للعينين اللي المفروض ان تحتوي يعني على الكولاجين من لامارك بلان بوب، فغادي نلقاوه بثمن 12 درهم و90 اللي هي 260 ريال عوض 400 ريال. كاين ايضا هاد رباط راحه العين جا فيه جوج ديال الالوان بواحد الثمن اللي ديال 19 درهم اللي هي 380 ريال. كاين تخفيض ايضا حتى على هاد المواد ديال البقاله، بالنسبه لهاد الورق الصحي غنلقاوه ب 45 درهم، فيه 12 ديال الغلو. بالنسبه لهاد القهوه صريح سريعه التحضير من لامارك فيب 100 غرام ب 22 درهم و90 اللي هي 460 ريال. الشاي الاخضر من العز 500 غرام ب 25 درهم و50 اللي هي 510 ريال. كاين ايضا هاد الدقيق ممتاز من القمح الطري ديال مطموره ب 35 درهم و90 اللي هي 720 ريال، هاد الساشي ديال 10 كيلوغرام. اما هاد المسحوق ديال الغساله من بيلماتيك فالثمن اللي جا به هو 76 درهم اللي هي 1520 ريال 6 كيلوغرام. كاين ايضا هاد الحفاضات من لامارك جيني ايويلي شافيهم بزاف ديال القياسات مختلفة على حسب الوزن ديال الأطفال، فكل ساشي غادي نلقاوه ب 60 درهم اللي هي 1200 ريال، ناقصة فيه 3 ديال الدراهم. دابا غادي ندوزو نكتشفو العنوان والخريطة فين جات هاد الأثمنة التخفيضية بمناسبة هاد الافتتاح الجديد. هادي هي الخريطة بالنسبة للعنوان، ديار الأمين عدد 1 و2 و3 حي الحسني الدار البيضاء. وهكا غادي نكون وصلنا نهاية العرض ديالنا ديال اليوم. الى عجبكم المحتوى وعجبكم الشرح ديالي الله يجازيكم بخير، ما تبخلوش علينا باللايك وبالاشتراك، بزيدو تشجعونا على اعطاء المزيد، والى عرض قادم ان شاء الله.